حضرتك توجه رساله لاولياء الامور اللي ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا، وايضا المدرسه، لان برضو المدرسة. لان دول كيانين، اكتر كيانين الولاد بيكونوا على احتكاك احنا بيهم. يا استاذه جاسمين، بدانا انا ملاحظ في الاونه الاخيره ما بنرحمش بعضينا ولا بنرحم نفسنا صحيح، ولا ايوه. بنرحم الطفل. فانا بقول لكل ام وكل تيتشر وكل كوتش وكل حد بيتعامل مع التين ايجرز بالذات اللي هو مدخل الموضوع والاطفال، رفقا بالاطفال. يعني ما تلاقي طفل بيقول لك عايز اروح الحمام، اولا لا، في ناس بيبقى الطفل او سي دي والمدرس بيقول له انت بتتدلع بقى، انت عايز تهرب من الماده، ادخل لحد ما ممكن فعلا يتبول على نفسه وتبقى عملت له عقده. صح. فرجاء بلاش نضغط على الاطفال. الضغوط اللي هي في الحياه العاديه زي القسوه، دايما نقول الستة الموبقات، ضرب الاطفال، زعيق الاطفال، شتمه الاطفال والقابهم، نقدهم باستمرار، انا شخصيه نقاده، شعرك، السيفون، الشبشب، ما شدتيش، ما عملتيش. المقارنه من أسوأ الاباء على مستوى الارض اللي بيقارنوا الاطفال ببعضهم. مشكله دي. والتهديد المستمر. والله العظيم لو ما قمت دلوقتي هجيب لك هذا الجو، او التقليل من شأنهم كمان، او التقليل طبعا، بقول الضرب والزيق والشتيمه، الالقاب. ربنا بيقول ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. فلما تعيشني في الجو ده اصبح تربه خصبه. لو الطفل ده عنده فتيره الاو سي دي، سرعان ما في سؤال يمكن ما تسالش. هل ممكن انسان يكون عنده فتيره الاو سي دي وما يجيلوش لحد ما يموت؟ ممكن. ليه؟ ما جاتش الشعله في الطريق. ردا على استاذ جاسم اللي هو ايه؟ ما مرتش بظروف ستريسفول، والناس كانت دايما حطاك في بتاع، وكان في جو ديني حلو، وفي باك جراوند، وفي ايمان، ويا عمي سيبها على الله. برضو دي، ولذلك الاس دي في الاوساط حتى البسيطه ممكن يكون ما بيجيش بنسبه، لانه في درجه ايمانيه معينه على الله. فالدنيا بتعدي من غير ما يحصل اي مشاكل.